عرف الناس فرينا يا حبيبي رافقني نغدو شوار الزين ادهشت في هذا المرة الضحك ولا لي نقرة كلفت للكل الهدرة ما عرفت روحي وين ويا الفاطمة نغدو مذبلة العينين رتبت عقلي وضربت ظنيت باللي مكنت شكيت بالميزة خطيت منعت بوبرنين يا حبيبي رافقني نغدو شوار الزينة اجبت بالجعبة الأخرى موحل يمنع ذا المرة اندهتي. السلام عليكم، قناة بن عبد القادر عبد القادر تنقل لكم الحدث من شاطئ سلامان، وين راح نقدم لكم بالقناة الثانية بالغربة اللي يشرف عليها البشير الجيلالي الأغنية للشيخ الجيلالي عين تادلس. هذه أغنية بدوية وين راح يقدمها الشاب الجيلالي البشير في قالب عصري وبدوي أصيل. السلام عليكم وإلى الملتقى إن شاء الله. نحن بالاستماع الاستاذ عبد القادر من القناه الاولى من الجزائر بن عبد القادر عبد القادر، الشكر الجزيل لك وللقناه وجميع المستمعين من الجزائر وديار الغربه. نتقدم بالقناه الثانيه اليوم، وهذا اللقاء الثاني اللي غادي يكون ان شاء الله لطلبات العديده عن الاغنيه البدويه الاصيله للشيخ الجيلالي عيين تادلس الله يرحمه ويصح عليه. سوف نقدم لكم الأغنية تاع حبيبي رافقني أيا نغدو شوار الزين نمشي خاطر براني مالي رفيق ظني. ومعنا في القناة اليوم الأستاذ الكومبوزيتور دو ميوزيك الأخ عز الدين. نشكر الشيخ عبد القادر على الاستضافة من القناة الثانية من الجزائر. غادي نتابع في القصائد الشيخ الجيلالي عين تادلس ان شاء الله والمزيد ان شاء الله، وغادي يكون عديد من القصائد اللي غادي ان شاء الله نعاودوها بالقالب تاع العصري الوهراني ان شاء الله. والمتابعه عيني ما شافت عيني
رافقني نخد الشهر